صباح الخير يا أستاذنا. طب مساء الخير يا أستاذنا. يا أستاذ يا أبويا عم دهب. بتنده؟ بتنده؟ احنا بقالنا ساعة بنهاتي هنا. بتهاتي؟ وعاوزين ايه بقى؟ عاوزين نعمل تسجيل لعلامة تجارية بعد إذن حضرتك لو وقتك يسمح يعني. وزارة الخارجية تنزل. لا مين؟ وزارة خارجيتي أنا عارف هي فين، تكبرت الموضوع ليه؟ أنا عايز علامة تجارية من عند حضرتك هنا. علامة تجارية فهمت، اسمها إيه العلامة التجارية؟ البطة الشقية للطباعة والتغليف. يا سيدي. حلويات شرقية، حلويات شرقية، حلويات شرقية كانت تعملوا حلويات شرقية، ما شاء الله برافو. تعملوا مفتقة بال لا حضرتك حلويات شرقية. لا طالما حلويات شرقية يبقى رمضان كريم يا بركة، وركز معانا شوية. الله يبارك. الله أكرم يا حبيبي. يا سيدي حلويات شرقية إيه؟ بقول لك بطة شقية، ما تركز بقى معانا وخلي اليوم يعدي كده بالله عليك عشان ما نقلبش. ركز معانا وبتزعق لي وهنا ها؟ ما يصوتش. معاكم مستلزمات شهادات ميلاد؟ اه طبعا اهي معانا. اتفضل. بطايق سجل تجاري، بطاقة ضريبية. بطايق وسجل تجاري وبطاقة ضريبية. متابعين فصيلة دم او اتش ان. ايه الحروف دي؟ هي دي مستشفى ايه؟ خلصني رد ورايا ناس. فصيلة الدم معانا، رد عليه على طول، خلينا ننجز. معانا فصيلة الدم. اتفضل حضرتك فصيلة الدم اهي. معاكم فلاشة كارت اسانسير 7 8 طالع نازل بالتحديد انت؟ بالتحديد انا؟ اه. كروت الاسانسير بتاعت عمارتي وعمارته كلها عندك ايه؟ طب خد دي بقى، معاكوا فايل الماني 4 تخرام يمين بشرشوبه؟ 4 خرم يمين بشرشوبه؟ نسيتها دي. كان بودي والله يخلص شغلانه، بس معلش لازم. عجبا لكم ايها الموظفون، اكلاسير الماني ابيض بشرشوبه مخرم من الجناب. خلص لي الورق بقى. ماشي يا مافيا. حاضر. للاسف الساعه 2 لا مصلحه حكوميه فينيشنج لازم نخلص، مفيش شغل. باي باي. كلاسير هارد لك. احنا كده خسرنا، احنا كده رحنا في داهيه. وليه التعب واللف والفرهضه؟ ما دلوقتي تقدر تسجل علامتك التجاريه مع ايجي ماركس وانت في مكانك. ايجي ماركس، راحتك تهمنا. يا حلوين حلويات شرقيه يبقى قبلوني. نزل ايه والله ما كان على بالي يا قمرين قمرين.